أهلا بكم إلى مطبخ أخبار الليلة. أهلا بكم إلى مطبخ أخبار الليلة، ونبدأ من الجامعة العربية التي أكدت الأمانة العامة فيها مجددا إدانتها ورفضها للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، سواء من خلال التدخل المباشر أو عن طريق وكلاء إيران في المنطقة، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. ويأتي تجديد الأمانة العامة على هذا الموقف في ضوء استمرار السلوك العدائي والتصرفات الاستفزازية الإعلامية من جانب إيران، والتي كان آخرها تعمد إظهار عدد من أعلام ورايات الميليشيات والحركات المسلحة التي ترعاها وتمولها وتدعمها إيران في ظهور إعلامي لمسؤول رفيع المستوى بالحرس الثوري الإيراني. ردت بكين بهدوء على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتهم فيها الصين بالتسبب بقتل عدد كبير من الأشخاص في العالم بسبب عدم كفاءتها في معالجة أزمة كوفيد-19. ويأتي التصعيد الكلامي بين الدولتين العظميتين وسط تزايد الأضرار باقتصادات العالم جراء تفشي فيروس كوفيد-19 الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية. وجعل ترامب خطابه المعادي للصين محور حملته لتولي ولاية رئاسية ثانية، ويتهم السلطات الصينية بالتستر على بدء تفشي الفيروس، وهو ما تنفيه بكين بشدة. وكتب ترامب صباح الأربعاء في تغريدة بأنه هناك معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص. إلى العراق، حيث أجلي عشرات العمال من العراق بعد احتجاجات أمام أحد الحقول النفطية في محافظة البصرة الجنوبية بحسب ما أكد مسؤول في قطاع النفط. وغادرت 5 طائرات العراق وعلى متنها نحو 40 أجنبيا من شركة شل النفطية التي تدير عمليات استخراج الغاز من 3 حقول في جنوب البلاد مع ميتسوبيشي وشركة غاز البصرة بحسب مصادر عاملة في مجال النفط وفي المطار. وقال مسؤول في قطاع النفط إن الإجلاء تقرر بعد أيام من الاحتجاجات في البصرة من قبل موظفين يتهمون السلطات بالتأخر في دفع الأجور. وأكد المتحدث باسم شركة شل أن المغتربين تم نقلهم مؤقتا من دون تحديد عددهم أو وجهتهم، مضيفا أن الإنتاج لم يتأثر. سجلت وزارة الصحة السعودية 2532 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، وأيضا 2562 حالة تعافي جديدة من الفيروس في المملكة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 36040 حالة. وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا إن الحالات الجديدة توزعت بين عدد من المدن السعودية، لافتا إلى أن 27% من الحالات الجديدة كانت لإناث و73% لذكور. حذر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من أن لبنان معرض لمواجهة أزمة غذائية كبرى بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد وتداعيات تفشي فيروس كوفيد-19. وقال دياب في مقال بصحيفة واشنطن بوست إن الجائحة أطلقت شرارة أزمة عالمية في الأمن الغذائي، وإن عددا كبيرا من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريبا في توفير ثمن الخبز. أصيب نحو 10,000 عامل في قطاع الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19، وأكد نائب وزير الصحة الإيراني قاسم جان بابائي هذا الرقم، لافتا أن بعضهم توفي نتيجة إصابته بفيروس كوفيد-19. وحذرت السلطات الإيرانية قبل يومين من أن الأهواز والعاصمة طهران دخلتا في حالة تأهب قصوى بسبب تزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي.
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتبرع ب200 جهاز تنفس لمساعدة روسيا في مكافحة فيروس كوفيد-19 بعد أسابيع قليلة من إرسال موسكو لمعدات مماثلة لنيويورك. وكشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن المبادرة بنشر صورة على تويتر تظهر طائرة شحن عسكرية تحمل علما أمريكيا وصناديق عليها شعار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وكتب في التغريدة أن الولايات المتحدة منحت الشعب الروسي 200 جهاز تنفس أمريكي الصنع للمساعدة في محاربة كوفيد-19. أعلن البرلمان الصيني أنه سيناقش مقترحا لفرض قانون مرتبط بالأمن القومي في هونغ كونغ خلال جلسته السنوية، في خطوة يرجح أن تثير اضطرابا في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وسبق أن أكدت الصين أنها تسعى لإقرار قانون أمني جديد بعدما هزت احتجاجات مدافعة عن الديمقراطية وتخللها العنف أحيانا هزت هونغ كونغ على مدى 7 شهور العام الماضي. وأفادت الوكالة أن من شأن القانون الذي سيطرح خلال اجتماع مجلس الشعب الذي يبدأ الجمعة أن يعزز آليات التطبيق في المدينة التي تعد مركزا ماليا رئيسيا، وفق المتحدث باسم البرلمان جانغ إيسوي. تسبب إعصار أمبان بقتل ما لا يقل عن 84 شخصا في الهند وبنغلاديش وفق حصيلة رسمية أعلنت الخميس. وفي منطقة البنغال القريبة أو الغربية في الهند قتل 72 شخصا بينهم 15 في كالكوتا، كما أعلنت رئيسة حكومة هذه الولاية ماماتا بانرجي للصحافة، وأضافت بأنها لم تشهد يوما كارثة بهذا الحجم. وفي بنغلاديش أعلنت الشرطة ومسؤولون لوكالة الصحافة الفرنسية عن قتل 12 شخصا. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة مطبخ أخبار الليلة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اعتبر الإيرانيون أن تحدث شركة طيران مهان الإيرانية قرارات حظر دولية بتسيير رحلات من وإلى إيران، فنجم عن ذلك إسهامها في نشر فيروس كورونا في أنحاء الشرق الأوسط. أصابع الاتهام لم توجه للشركة من الخارج فحسب، حتى المواطن الإيراني حملها مسؤولية نقل الفيروس إلى داخل إيران بسبب استمرار تحدث شركة طيران مهان الإيرانية قرارات حظر دولية بتسيير رحلات من وإلى إيران، فنجم عن ذلك إسهامها في نشر فيروس كورونا في أنحاء الشرق الأوسط. أصابع الاتهام لم توجه للشركة من الخارج فحسب، حتى المواطن الإيراني حملها مسؤولية نقل الفيروس إلى داخل إيران بسبب استمرار تسيير رحلاتها مع الصين. 100% وربما أكثر، إن الرحلات الجوية المباشرة من المكان الذي كان مصدر الفيروس إلى إيران تجلب بالتأكيد الكثير من المشاكل لإيران وتجعل الكثير من الإيرانيين يمرضون. بالإضافة إلى إيران فقد أثرت أيضا على دول أخرى، لأن الصين كانت مصدر هذا المرض ويمكن أن تكون خطيرة على العالم كله ليس فقط للشعب الإيراني. حسناً، لأن انتشار الفيروس كان من الصين وكان التأثير كبيراً، لم يكن عليهم فعل ذلك وكان عليهم التصرف مثل جميع شركات الطيران الأخرى التي أوقفت الرحلات الجوية. الخارجية الأمريكية حضت دول العالم بعدم السماح لشركة الطيران بالدخول إلى أجوائها الجوية ومنعها كذلك من الهبوط تجنباً لنقلها لفيروس كورونا. أعتقد أنه قرار صحيح، تتم مراجعة قراراتهم ومتابعتها من قبل الخبراء وبناء على القضايا الأمنية. لا أريد أن أتحدث عن القصص الجانبية، ولكن قرارهم صحيح لأنهم عرضوا حياة الكثير من الناس للخطر وأحدثوا مشاكل للجميع، ليس فقط لإيران، لأن الركاب يذهبون من إيران إلى دول أخرى أيضا، ويسافر الركاب لإيران وهذا سيخلق الكثير من المشاكل. جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية صنفت الشركة الإيرانية في قائمة الداعمين للإرهاب في عام 2011، ذلك بسبب دعمها لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
على غير العادة يسكن الهدوء المراكز التجارية في العاصمة الأردنية عمان بعد أن فرض فيروس كورونا العزلة والتباعد الاجتماعي وإجراءات احترازية أخرى أدت إلى غياب ازدحامات العيد. هذا وأعلنت الحكومة الأردنية الأربعاء فرض حظر شامل للتجوال لثلاثة أيام اعتبارا من مساء الخميس، بما في ذلك أول أيام عيد الفطر، بعد تطور الوضع الوبائي وارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كوفيد 19 إلى 672. بيكون الوضع يعني دائما للمول كراودد، بيكون في كتير ناس عم تجهز للعيد، عم تكون بتجهز لأشياء الشوبينج يعني كل سنة بيكونوا هاي، بس السنة هاي مختلف تماما عن كل سنة ماضية. في عنا إشي معين الناس مش يعني ما عطيته أولوية، في مثلا أولوية لإشي تاني، الناس هلأ ما عم تعمل مصاري كتير، ما عم تصرف مصاري على الشوبينج، ما عم تشتري ألبس، وما عم تجهز للعيد زيها زي أي سنة ماضية. أجواء العيد يعني السنة هاي بتختلف عن أجواء كل سنة، يعني الظروف حكمت، لكن احنا إن شاء الله كشعب مثقف وشعب واعي بدنا نحاول نتعامل نتلائم مع هالوضع اللي احنا موجودين فيه. الواحد بغض النظر بده يتلائم مع هذه الوضعية، بده يحاول يتكيف هو وأسرته. يعني اليوم أنا جايب بنتي معي، بتحكي لي في أشياء متغيرة بابا، خلينا نعم بقول له بابا في ظروف حاليا بنحاول نتفهم. حالة من الركود والتراجع بسبب لعدة أسباب، أولها شح السيولة الواضح اليوم في بسبب تعطل القطاعات الاقتصادية ومعظمها تعطل عن العمل لمدة تزيد عن شهرين. الأمر الآخر عندنا ضيق الوقت، اليوم عندنا يعني وقت العمل تقريبا 4-5 ساعات عمل فعلية بيقوم فيها تجار الألبسة بالعمل بسبب حالة الحظر. فاصل أخير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من مطبخ أخبار الليلة، أبقوا معنا. أهلا بكم من جديد، والآن إلى فقرة تريندينج الآن. So let me go to the bathroom and then you can have it, okay? You're gonna wait for mommy? Okay, wait for me and then you have three, okay? تحدي الصبر للأطفال، تقدم الأم لطفلها صحنا مليئا بالحلوى وتطلب منه الانتظار وعدم الأكل إلى حين رجوعها إليه بعد دقائق. يكشف هذا التحدي مدى قدرة الأطفال على التحكم في رغباتهم والصبر أمام ما يفضلونه من أطعمة، لكن قد لا يقاوم كل الأطفال مغريات الأكل. Wait for mommy, okay? I'll be right back. أنا وياك مع بعض، okay؟ لا تأكل. Okay. عدد من الأولياء قاموا بتجربة هذا التحدي مع أطفالهم واختلفت النتائج. أحلام إبراهيم كتبت على الفيسبوك: لقد قمت بهذا التحدي مع ابنتي عمرها 8 سنوات و5 سنوات ونجحوا فيه. تحدي مقاومة الرغبات بأن وضعت قطعة شوكولاتة أمامهم، وفي حال تحملوا مدة معينة أقوم بإضافة قطعة ثانية من الشوكولاتة ونجحوا.
ومع شهر رمضان هناك من الأطفال من يرغب في تجربة الصوم حتى لساعات قليلة جدا، بالنسبة إليهم هذا التحدي سهل جدا. ماجدة علقت: فين التحدي ده؟ الأسلوب ده عادي جدا في رمضان مع أولادي الصغيرين، مش بيأكلوا طول اليوم أي حاجة وبيستنوا أذان المغرب عشان يأكلوا معانا الحلو والحادق بالرغم أنهم مش صايمين. هو ده شهر رمضان المبارك بيعلم الصغير والكبير الصبر وقوة التحمل. بطبيعة الحال تؤثر ثقافات المجتمعات وتربية كل عائلة لأطفالها وأيضا شخصية كل طفل في التعامل مع هذا التحدي البسيط. هناك من الأهالي من يعرف مسبقا نتيجة التحدي مع أبنائه حتى قبل القيام به. دول أولادهم، احنا أولادنا ما شاء الله ربنا يحفظهم عفاريت، قبل ما تنزل الحلوى على الطاولة تكون خلصت، ما نحتاج نعمل تحدي ده. فيما اعتبر البعض أن التحدي صعب على الكبار فما بالك على الصغار. سيف كتب: احنا لما نعمل تحدي الأكل الكبار قبل الصغار نفشل، وخاصة في الأكلة يلي نحبها. شاركونا بالتعليقات بفيديوهات لكم مع أطفالكم في هذا التحدي، تحدي الصبر. هل تعتقدون أنهم سيقاومون سحر الحلويات؟ ارتفعت الحرارة التي تجاوزت مؤخرا 40 درجة مئوية في الضفة الغربية وغزة، دفعت الفلسطينيين إلى محاولة ترطيب أجسامهم في مياه الينابيع الطبيعية والبحر المتوسط، واشتملت إجراءات العجز العام الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 إلى إغلاق المسابح ومتنزهات الألعاب المائية التي عادة ما تشهد إقبالا في موجات الحر، خاصة عندما تتزامن مع شهر رمضان. وبتعرف مرض كورونا هذا الفيروس الله يجيرنا ويجيركم، يعني كل المنتزهات كل المطاعم كلها سكرت، فالنبع هاي الحمد لله رب العالمين هي الوحيدة اللي ظلت متنفس الوحيد للمدينة وأهل المدينة، حتى اللي بيجي من برا ما بيقدرش يتحمل الحرارة بيجي هون وبكمل صيامه الحمد لله رب العالمين. نظرا للحم وارتفاع موجة الحم اضطرينا نجيب الأولاد عن نبعة، لأنه في الظرف الحالي مغلق المسابح، فهنا ما فيش دخوليات، وبنفس الوقت جو ممتاز ورائع، الكل مستمتع من الأحباب من أطفال صغار كبار. شعور ممزوج ما بين الفرحة والحزن. الفرحة كوننا استطعنا بأقل القليل أنه نأتي إلى هذا المكان الرائع لنتنسم هواء عليل، نعيش لحظات من الهدوء والطمأنينة. إلى هنا ينتهي مطبخ أخبار الليلة، ودائما للإطلاع على آخر الأخبار وأبرز المستجدات حول وباء كوفيد-19 زوروا دائما موقع أخبار الآن www.akhbarlan.net. في رعاية الله.